الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، بعد أن ودعنا شهر القرآن والتقوى، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، شهر الصبر والمجاهدة والتحمل، ولا ندري هل سندركه في عام قادم أم ستنتهي آجالنا دونه، لكن نسأل الله العظيم أن يعيده علينا أعواما عديدة وزمنة مديدة، ونحن في حال أحسن من حالنا، وعلى الأمة الإسلامية وهي في حال القوة والعزة والنصر والتمكين. بعد هذا الموسم الفضيل، فيليت شعري من المقبول فنهنيه، ومن المطرود فنعزيه. لكن أسألك بالله أخي الحبيب، وأنت أعلم بنفسك، هل أحسنت فيه أم أسأت؟ أما أنت أيها المحسن المجاهد فيه، هل تحس الآن بتعب القيام أم بعطش الصيام أم بمشقة ترك الشهوات والمباحات وفضول الكلام؟ أم أنت الآن تستشعر تلك المعاني الجميلة ومنها ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله؟ للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، فنسأل الله العظيم أن نكون ممن صامه حقا وقامه صدقا فغفر ذنبه وثبت أجره ويفرح عند لقاء ربه. وأما أنت أيها المفرط الكسول المنغمس في الشهوات المضيع للأوقات في الحرام والتفاهات والمباحات، هل تجد الآن راحة الكسل والإضاعة؟ وهل بقي لتلك الشهوات طعم إلى هذه الساعة؟ لقد أجاب عنك ذلك القائل بقوله: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام والإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. أخي الحبيب، رمضان كان مدرسة إيمانية ومحطة روحانية تزود منها العبد لبقية العام أو ما تبقى في عمره من أيام. فإن كنت استفدت من هذا الموسم العظيم فصمته حقا وقمته صدقا وتضرعت بالأسحار وتلوت القرآن بالليل والنهار، وبين ذلك حفظت السمع والبصر وسائر الجوارح عن الآثام. أولا احمد الله على الإعانة، ثم اسأله الثبات، ثم استمر على ذلك حتى الممات. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فرب رمضان هو رب سائر الشهور، كما كنت تخاف وترجو وتتقرب إلى الله في رمضان افعل ذلك في سائر العام، ولا تنقطع عن العمل الصالح. فإن لم تكن استفدت من رمضان، وأسأل الله العظيم ألا يكون بيننا ذلك الرجل، فاحمد الله أنك إلى الآن موجود، النفس يخرج يعود، باب التوبة مفتوح، من تاب تاب الله عليه، تستطيع أن تستقبل ما بقي في عمرك من سنوات أو أيام أو ساعات في طاعة الله عز وجل، ولكن بادر قبل أن يفجأك الأجل وأنت على حال لا ترضي الله عز وجل. كل يوم يصلى في مدينة الرياض فقط على ما يقارب 40 جنازة، والإنسان ما يدري ماذا يعرض له بعد ساعات، فبادر وأصلح من شأنك قبل فوات الأوان. نسمع أيها الإخوة من العبارات التي تردد أحياناً في نهاية رمضان: نودع رمضان ببالغ الحزن والأسى أو بالدموع أو ما أشبه ذلك، بل نفرح أن الله أكمل علينا عدة رمضان وأتممنا صيامه وعاننا على قيامه، ونسأل الله القبول ونستغفر الله من التقصير. ومن العبارات التي قرأتها الجميلة: بدل أن نودع رمضان نصطحبه معنا طوال العام، يعيش معنا ونحيا به طوال العام، نعيش أجواءه الإيمانية، نجعل لنا حظا من العبادات التي كانت في رمضان، فالصيام لا ينتهي والقرآن لا يهجر وصلاة الجماعة لا تترك وقيام الليل مشروع في كل ليلة. اجعل لك حظا من هذه العبادات التي كانت في رمضان ولا تنقطع عن العمل الصالح. كان قدوتنا صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملاً أثبته، أي داوم عليه، فاستمر على الطاعة ولا تنقطع. من الصعب أن نقول أن يبقى الناس كما كانوا في رمضان تماماً، ولكن المقصود أن الإنسان لا ينقطع عن العمل. يقول صلى الله عليه وسلم: خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن حب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. فداوم على الطاعة ولو بالقليل ولا تنقطع. إن أبيت العمل بالنوافل فلا يجوز لك أن تقع في المحرمات أو تقصر في الفرائض والواجبات،
كالذين بدأوا يتخلفون عن الصلاة المكتوبة، نرى الصفوف تراجعت في صلاة الفجر وقلت الخطى إلى بيوت الله في أغلب الصلوات، فكان صاحب هذا الفعل كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، عاد بعد الطاعة والجد والاجتهاد إلى التفريط والتقصير والعصيان. ختاما عباد الله، نحن في كل عيد للأسف نرى عباءات وحجاب نساء أسوأ من الذي قبل، وبعض النساء أصبحت تتخفف من الحجاب حتى خرجت اليوم بلا حجاب، وبعض الفتيات اليوم تخرج بلفافة، إذا جاء هواء طارت اللفافة خرج ما تحتها. قبل المفترض قبل أن نشتري عباءات وحجاب لنسائنا نراجع شروط اللباس والحجاب الشرع لتوضعها للعلم قديما وحديثا، ونختار ما يوافق مراد الله ورسوله. وهذه الشروط كما ذكرنا سابقا استقوها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آكد هذه الشروط ألا يكون مزين، لأن وظيفة الحجاب يستر الزينة. شرع الحجاب للستر اتخذ اليوم للتجمل، شرع للستر الزينة أصبح كله زينة وفتنة، نسأل الله العافية. الله جل وعلا في سورة النور بماذا أمر المؤمنات؟ أمرهن ألا يبدين زينتهن، بعد مرتين في آية واحدة. بعد الأمر الثاني بين لهن من الذين يجوز لهم لهن أن يبدي لهم يبدين لهن زينة لهن لهم زينتهن، قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، آبائهن، آباء بعولتهن، أبنائهن، أبناء بعولتهن، إخوانهن، بني إخوانهن، بني أخواتهن. أين تجد المرأة هؤلاء الأصناف من الرجال؟ في بيتها محارمها، لكن إذا خرجت تستر زينتها عن الرجال الأجانب. لذلك ختم الله نفس الآية بنفس المعنى، قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أمرها ألا تبدي الزينة، ثم أمرها في نهاية الآية ألا تضرب بقدمها. فرضا لو كان هنالك زينة مخفية تحت اللباس خلخال حتى لا يظهر صوته مع ضرب القدم، فيسمعه الرجال، تلفت الأنظار، تتبعها الأبصار، ربما تحرك الغريزة عند مرضى القلوب وضعاف النفوس. والله خروج الفتيات اليوم بهذا الشكل أشد وأعظم فتنة من صوت خلخال مخفي تحت اللباس. أمرها جل وعلا ألا تظهر صوته فقط. والوجه يا عباد الله هو مجمع الحسن، وهو أعظم زينة وأعظم فتنة وأعظم جمال من قدم وخلخال، وهو أولى بالستر عن الرجال الأجانب. لذلك قال جل وعلا في سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الإدناء من أعلى إلى أسفل. قالت أم سلمة لما نزلت آية الحجاب خرجنا نساء الأنصار وكأن على رؤوسهن الغربان من السواد الذي تسترن به عن أنظار الرجال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أمر الله المؤمنات إذا خرجنا لحاجتهن يسترن وجوهن عن الرجال ويبدين عينا واحدة. وقال محمد بن سيرين سألت عبيد السلماني وهو تابعي ثقة عن هذه الآية، قال فغطى وجهه بثيابه وأبدى عينا واحدة. بل قالت عائشة أم المؤمنين وهن ذاهبات إلى الحج تقول إذا حاذون الركبان أي الرجال الأجانب سدلت إحدانا جلباب على وجهه وإذا جاوزونا كشفنا. فهذا هو الستر وهذا هو الواجب أن تفعله المرأة حال خروجها ومقابلتها الرجال الأجانب من غير المحارم، ونحن مسؤولون عنهم أمام الله عز وجل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن كان عمر رضي الله عنه روي عنه أنه قال لو عثرت دابة في ضفاف دجلة لخشيت أن يسألني الله عنها يوم القيامة لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. عمر رضي الله عنه بشر بالجنة ويخاف أن يحاسب في دابة، فما عساك أن تقول أنت يا من فرطت وضيعت في الأمانة، اعلم أنك بين يدي الجبار موقوف وعن التفريط مسؤول، فأعد للسؤال جوابا وأعد للجواب صوابا. اليوم لديك الصلاحيات، تستطيع أن تأمر، تعاقب، تناصح، غدا تسلب منك هذه الصلاحيات، تقف أمام الله عز وجل الحساب. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قالت إحدى النساء ما من امرأة تفرط في عفتها وفضيلتها إلا وهي ضحية رجل قصر أو أهمل في واجبه. وقال سفيان رحمه الله لأن تلقى الله بسبعين ذنب بينك وبين الله خير لك من أن تلقى بذنب واحد بينك وبين العباد، وربما كانوا هؤلاء العباد من فلذات الأكباد. أسأل الله العظيم أن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه،
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا النية والذرية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ حدودنا وانصر جنودنا ووفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى لما فيه صالح البلاد والعباد وخير الدنيا والآخرة وجميع حكام المسلمين لتحكيم كتابك وسنة نبيك محمد. اللهم كل إخواننا المستضعفين والمضطهدين والمتضررين والمنكوبين في كل مكان، وخص منهم إخواننا في غزة. اللهم استر عوراتهم وأمن روعاتهم واحفظ أعراضهم واحقن دماءهم وانتقم لهم ممن ظلمهم بغى عليهم وعاجلا غير آجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.